السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي ليلي تي في. نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بارتاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. نخليكم مع تتمة الفيديو وفرجة ممتعة. هنا خوتي خواتاتي غادي نشارك معكم واحد الحوتة كبيرة بشرمولة، وغادي نرافقها بالرز. غادي تاخذوا الحوته وغتغسلوها بالليمون وشويه الملحه، وغادي تفلحوها على هذا الشكل. هذا هنا غادي ندير الشرموله. عندي 6 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، واحد جوج معالق كبار ديال القزبر، ومعلقه كبيره ديال صوص طوماط، ومعلقه كبيره ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة كبيرة ديال التحميرة، شوية ديال الملحة، تتبقى على حسب الذوق. وهنا واحد نص حامضة معصرة، جوج معلق كبار ديال زيت الزيتون، نخلطو مزيان. كاين اللي كيزيد الماء بصح أنا ما زدتوش. وتبقاو تدخلوا داك الشرموله في الحوته مزيان، تخليو حتى بلاصه بلا الشرموله. على هذا الشكل هذا، وما نقولكمش واحد الريحه طالعه ديال الثومه زوينه بزاف. الصراحه احنا الحوته رحنا كليناها مخلينا حتى شويه، وجات زوينه بزاف ولذيذه. هنا غادي نوجد اللطا اللي غادي ندخلها للفران، وندير واحد 3 حتى 4 ديال مطيشات هكا مقطعين دواور، واحد الحامضه حتى ينقطع دواور، وداك الشرموله اللي بقات لي زدت فيها واحد شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت البلديه، وحطيت على مطيشة وعلى فوق الليمون باش يطلق داك لو جو ديالو. وهنا غطيتها بهذا الكاريط هذا، وغطيتها بالبابي الومنيوم باش ما يدخلش الهواء، وطيب مزيان. دخلتها للفران على ساعة المقانة طابت. هنا غادي ندير الرز باش غادي نرافق الحوتة ديالي. خديت طنجرة ودرت فيها شوية ديال زيت المائدة، وواحد البصلة مشلضة، وانا عندي 700 غرام ديال الرز اللي غسلته وعزته على البصله، وبقيت نحرك مزيان. من بعد حطيت شويه ديال الملحه والابزار، واحد جوج معالق صغار ديال الكوري كيعطيها واحد الذوق زوين بزاف، واحد الضامه البنه. هنا خديت انا ديال البقري، والماء نبقى نزيده شويه بشويه وانا تنحرك، ونخلي العافيه مهيله. انا زدت 3 المرات الماء، ومع التحراك هنا راه طاب الرز، غادي نطفي عليه وغادي نخليه نغطيه ونخليه. حتى هي خرجتها من الفران، هانتوما تتشوفو جات غزالة وطايبة الصراحة. صافي داك لاصوص وداك مطيشة درتها في طبيصلات على هاد الشكل هذا، جات معسلة ولذيذة. والتزيين كيبقى لكم اختيار، كل واحد كيفاش يزين الطبسيل ديالو. والرز درتو مع الجناب، ونتمنى فيديو يعجبكم، نتمنى تشجعوني. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو قادم إن شاء الله.